مساء الخير لجميع متابعين موقع طقس العرب arabiaweather.com. عدنا لكم في نشرة جوية جديدة تتحدث عن الأنظمة الجوية والمتوقع أن تسيطر على المملكة في الأسبوع الثاني والثالث من شباط الحالي. كما ذكر الدكتور أيمن صوالحة في فيديو سابق ونشرة جوية سابقة عن تمركز مرتفع جوي في أجزاء هامة من القارة الأوروبية، هذا المرتفع الجوي سيعمل بعد إذن الله تعالى على تغير في الأنظمة الجوية والزياد في فرص اندفاع المنخفضات الجوية إلى المملكة، خاصة ما بعد العاشر من شباط الحالي. حاليا واضح لدينا في موقع طقس العرب تواجد كتلة هوائية قطبية فوق أجزاء من شمال أوروبا. هذه الكتلة الهوائية القطبية من المتوقع أن تندفع نحو الجنوب بإذن الله تعالى، لكن أمامها عدة خيارات محتملة وعدة احتمالات لطريقة عبور هذه الكتلة الهوائية. هذا الأمر سنطرحه إن شاء الله خلال هذا الفيديو لنوضح بشكل أكبر احتمالات ومسارات هذه الكتلة القطبية. نبدأ في الاحتمال الأول، وهو أن تندفع هذه الكتلة القطبية مباشرة نحو مناطق وسط أوروبا وإيطاليا، ثم تتحرك بشكل تدريجي نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. في هذه الحالة وكنتيجة لعبور هذه الكتلة القطبية نحو مسطحات مائية دافئة، تعمل بإذن الله على فقدانها جزء كبير من البرودة، فبالتالي تصل المملكة وبلاد الشام على شكل انخفاض في درجات الحرارة وهبوب لرياح قوية بإذن الله تعالى، وتساقط الأمطار على فترات، وربما الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية في كل من سوريا ولبنان. هذا هو الخيار الأول. ينقص هذا الخيار كما ذكرنا هو فقدان الكتلة الهوائية القطبية جزء من البرودة، وذلك كنتيجة لمرورها فوق مسطحات مائية دافئة وهو البحر الأبيض المتوسط. الخيار الثاني المتوقع وهو أن تندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية مباشرة عبر مناطق شرق أوروبا، وهي مناطق قارية جافة أو أقل رطوبة، ثم تأتي إلى منطقة بلاد الشام والمملكة. في هذه الحالة تكون فقدت هذه الكتلة القطبية جزء من الرطوبة، وبالتالي تعمل على هطولات متقطعة، غالبا ما تكون هطولات متقطعة. لكن ما يميز هذا السيناريو هو السيناريو البارد، فبالتالي دائما ما يرافق هذا السيناريو هو السيناريو الثاني، أجواء شديدة البرودة وموجة من الانجماد والصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة. السيناريو الثالث هو السيناريو المحبب حقيقة لمحبين الثلوج والأمطار والعواصف القوية على بلاد الشام، هو أن تندفع هذه الكتلة الهوائية القطبية نحو مناطق شرق أوروبا، واندفاعها نحو منطقة الحوض الشرقي شرق البحر الأبيض المتوسط. في هذه الحالة تكتسب هذه الكتلة ميزتين هامتين فقدتهما في السيناريوهات السابقة، وهي ميزة البرودة وميزة الرطوبة. في هذه الحالة تعمل على تشكل منخفض جوي في هذه المناطق واندفاعها نحو منطقة بلاد الشام بإذن الله تعالى، وفي هذه الحالة تتساقط الأمطار الغزيرة وتنخفض درجات الحرارة وتهب رياح قوية وتتساقط الثلوج على مرتفعات سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وبشكل كثيف على عدة أيام. حاليا في موقع طقس العرب جميع هذه السيناريوهات واردة وجميع هذه الاحتمالات واردة. نحن في طقس العرب حاليا نرصد حركة هذه الكتلة القطبية المتوقع انفصالها إن شاء الله، ستتضح معنا صورة بشكل أكبر خلال اليومين القادمين بإذن الله تعالى. تابعونا دائما لمعرفة كل ما هو جديد. كان معكم أسامة الطريفي من موقع طقس العرب الإلكتروني.